كنتمنى لهم طبعا اكيد ان شاء الله السعاده والرفاهيه ويعيشوا بكم له هو زوين وان شاء الله يشوفوا بيتهم كيف بغاوها يا ربي. واش غادي نشوفوك في شي عرس من لعبات اخرين ولا غير سور؟ كاينين لعبه ما نقدرش نفوح الاسماء، يعني كاين لعبات في المراجع وكاين لعبه خارج الوطن وان شاء الله كل حاجه بوقيتها. جواد واش رجاوي ولا ودادي؟ انا والله اختي ما عندي مع الكره، انا عندي مع الكره ما رجاوي ما ودادي. انا المهم الخدمه اللي جات مع الرجاء خدام، جات مع الوداد خدام، جات مع الكوكب راه خدام. شكون اللي اتصل بك باش تجي تماك الزوج ديالو؟ يعني السوق اتصل بيا في الاول راجلها، من بعد ولا عندي كونتاكت معها هي شخصيا، انسانه عظيمه اللي عمرها دار، وبقينا على اتصال. واش غادي نشوفك عاوتاني في اعمال خيريه ولا؟ شوفي كما قلت لك انا ستوب من داك الشيء، الا كانت شي حاجه عندي بيني وبين الله ما باقيش حاجه تكون على العلن وصافي. شنو كتقول للجمهور ديالك او حتى الناس اللي كينتقدوك؟ تنقول طبعا اكيد الجمهور ديالي شكرا لكم بزاف المحبه ديالكم على المسانده ديالكم على المتابعه ديالكم، واللي كينتقدني كذلك تنقول له شكرا، حيت ما كتعرف جواد كشخص، كتعرف جوست جواد في الانستغرام ولا في لي ريزو سوسيو، وما تجيوش على هضره الناس، حيت اي واحد تيبقى تيهضر خصكم تضحكوا تضحكوا تقربوا للشخص وحكموا عليه. الشيء اللي خرج به في اكشوان اكنوان شنو تعليقك عليه؟ بوان باغ سخافه. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.